يمكن احنا في شهر مارس وقربنا خلاص عن ان احنا نحتفل بعيد الام، لكن ولكن احنا قررنا النهارده نحتفل بعيد الاب، لان عيد الاب ليه عيدين في السنه. زي ما انا لسه عارف النهارده، يعني انا اساسا لسه عارف ان النهارده عيد الاب اساسا، وعرفت المعلومه الثانيه مني ان في عيدين. ما انا بقول والله للساده المشاهدين اهو، انا يعني لسه جاي بقول لحضرتك، بصوا بدايه الفقره اهو، اهو كلاش على طول. انا لسه بقول بوضح ان انا فعلا ما كنتش عارف ان اساسا كان في عيد للاب. كنا بندي للاب كده هديه في اي يوم ونقول له كل سنه وانت طيب، لكن ما كانش ليه يوم معين يعني في دماغي، لكن طلع ان يوم 19 هو احنا بنحتفل بعيد الاب، وكمان في عيد تاني وهو 19 يونيو، صح؟ انت مال انت متضايقه اللي في يومين؟ ايوه، لان الام ليها عيد واحد، عيد الام. أيوة. بس لا. بقى شوف الكوبايات اللي بيلموها الامهات. لا لو هنتكلم على العيد الام، شوف الامهات بتاخد هدايا عامله ازاي. لا بس هو مش يوم واحد بس، يعني هو احنا بنتكلم يعني مارس لوحده عايزين بيعدوا علينا الاعياد. لا والله مش كده، هو طبعا ربنا يكتر ويزود، بس انا بتكلم ان هو مارس لوحده. في عندنا كام مناسبه خاصه بالمراه وبالام؟ في كتير صح، بال 30 يوم احنا من اول مارس احنا بنحتفل مبادرات لل 12 شهر للست، ومبادرات للبنت، ومبادرات للام. احنا بقى يعني نفحه. ايوه نفحه حلوه. بس هو من امتى عيد الاب ده يا فاروق؟ هو يوم خلوه يتيم لينا يوم من امتى بقت للراجل للراجل هو خلوه يوم 19 المفروض، يعني ومحدش طبعا يسمع عنه بشكل كبير. وبرده خليه يوم 19 يونيو ومحدش برده يسمع عنه بشكل بس كبير. بس هقول لك، هو تقريبا 19 يعني. يونيو ده الناس بتحتفل بيه بره. بره 19 مارس تقريبا بيحتفلوا بيه في الدول العربيه. ده زي الفالنتين المصري والفالنتين بتاع الفالنتين. بما ان شهر مارس هو شهر المراه، فاحنا طبعا اكيد مش هنفضل نحتفل طول الشهر بالمراه بس، فلازم كمان نحتفل بالراجل. فعشان كده يعني قررنا انه يبقى 19 مارس هو يوم الاب، او عيد الاب، او اليوم العالمي للاب. انا ما اعرفش هو اي حاجه خاصه للاب وخلاص. طبعا الاب يعني زي ما قلنا من شويه، الاب هو السند والظهر وكل يعني والامان. طبعا كل واحد هنا لازم يبقى فاهم ان الحياه هنا فيها مشاركه، وفي كل واحد فينا في الحياه ليه جزء كبير جدا برضو بيعود على بقى على اسرته وعلى اولاده. أي. اكيد بشكل اما ايجابي اما بشكل لا قدر الله سلبي، بس مهم جدا ان احنا نعرف ان دور الاب في حياتنا ودور الراجل لا يقل اهميه عن دور المراه وعن دور السيدات. احسن دوري بقى اللي انا عايزه. الاثنين مع بعض. قولا يا فاروق، ثواني بس قبل ما نوران تخش في الموضوع، هخليكي تتكلمي، هخليك، لان هو كان بيتكلم عن مشاركه، ولو اتعدت انا هنسى. ها الناس كلها فاكره عيد الام، محدش فاكر عيد الاب ده اولا. رغم ان الاب ده لازم يكون عارف بقى عيد الحب وعيد الام، وعارف كل الاعياد الخاصه بالبيت عشان بيحتفل بيهم. يعني مثلا تلاقيه مثلا وانت صغير يقول لك خد الهدايا دي اديها لمامتك مثلا عشان عيد الام، خد الهدايا دي اديها لمامتك عشان عيد ميلادها، خد الهديه دي اديها لاختك عشان عيد الاخت، يعني حبه حبه بقى بالمره. لكن كل المشاركات دي، لكن مفيش حد بيشارك الاب في عيده لدرجه ان احنا مش عارفين. اقول لك التفسير العلمي للموضوع ده ايه؟ هو محفظته. اقول لك انا التفسير العلمي ان الراجل اصلا بطبعه ما بيهتمش بالمناسبات او انه يحتفل بعيد ميلاده بعيد جوازه. مين اللي حط الكلام ده؟ ساعات ما انا هقول لك ليه. لان ساعات مثلا الراجل يبقى ناسي عيد جوازه فمراته اللي تفكره، يبقى ناسي عيد ميلاده فمراته تفاجئه مثلا تعمله سربرايز بارتي في ميلاده. عشان هو بطبعه كراجل، عشان راجل دايخ كده يعني، دايخ عشان راجل دايخ كراجل، ما بيحبش اصلا الحاجات دي، بيشوفها حاجات كده رفاهيه، ففي حاجات اهم في الحياه. طبعا احنا مش معنى كده ان دي حاجات تافهه احنا بنحتفل بيها وبنهتم بيها، لكن احنا بطبعنا عاطفيين اكتر من رجاله، فعشان كده دايما المناسبات بنفتكرها وبنحب نحتفل بيها، وكل مناسبه يبقى ليها طقوس خاصه. فعشان كده انت بتقول ان الراجل بيبقى ناسي كل الاعياد وبيفتكر بقى كل الاعياد الخاصه بيه. انا بقول ان الراجل فاكر كل الاعياد، لكن الستات عموما مش فاكره عيد الاب، لانه مستحدث والله، لانه جديد. احنا يعني عيد الاب ده ما كانش قديم، مش من زمان. نحتفل ازاي نجيب دم نحتفل بحاجه مستحدثه كده؟ لا يعني قصدي انه لسه الناس ما مش متعوده على انه يوم 19 مارس ده هو فعلا عيد الاب. لكن كل مره ما نتكلم لازم نتعود في الاعلام ونحتفل، هتلاقي الناس كلها كل عيد اب بنجيب هدايا للاب. ده في دونيه هتلاقوا بقى. لا مش متعود، ان شاء الله ان شاء الله لا خالص. وبعد كده طبعا الاب ده مهم في حياتنا كلنا، يعني هو السند والظهر والحمايه والامان وكل حاجه. يعني مين لما البنت او الولد بيبقى عنده مشكله بيروح يجري على باباه اول حاجه، لما بيبقى عنده حاجه عايز يتكلم فيها، ولو الاب عاقل كده وبيعرف يتكلم طبعا بياخد راي كبير بتاع العيله او بتاع البيت. غير طبعا انه لما بيبقى في مشكله
والمشكله دي اللي بيحلها هو الاب. في مصيبه بمعنى هو اللي بيقود الدفه بالظبط، هو اللي بيمسك البيت كده. ويعني لو الراجل عاقل والراجل كده شخصيته حلوه وبيدي خبرات للحياه بشكل كبير بالظبط، بيبقى قدوه. يعني الكلام كتير قوي عن الاب طبعا، ما نقدرش ان احنا ننكر دوره واهميته في حياتنا. ده غير انه دايما الاقي الرجاله كده او الشباب يقول لك انا ابويا قال لي، ويبقى في حكمه او مقوله كده مهمه جدا الراجل فضل ماشي بيها في حياته بسبب ان ابوه قال له المقوله دي او الحكمه دي، وده طبعا بسبب تراكمات وخبرات كتيره قوي الراجل عدى بيها. فعلى راسنا طبعا كل اب وكل راجل. يعني كلام الرجال دايما ما يتوزنش حتى بالذهب بالظبط، بيقولوا كده دايما كلام الرجاله والمواقف بتاعتها بتبقى اغلى من الذهب كمان. دايما الراجل هنا هو بيعمل او بيضحي في حياته في مشواره لما يكون راجل فعلا قدوه حقيقيه لبيته ولمجتمعه والمحيط بتاعه، بيبقى ماشي في الطريق بتاعه وهو بيعمل في صمت. يعني دايما بيشوف كل الحاجه اللي هي خاصه بالواجبات بتاعته اللي ممكن بيعملها والزياده شويتين ثلاثه، وللاسف هو بيجي يفكر بينه وبين نفسه ان هو مره واحده حصل كده ايه فجوه زمنيه في حياته خليته مثلا من سن معين لسن اكبر بكتير جدا عشان خاطر يشوف ولاده كبروا، يشوف حياته بقت افضل، يشوف الدنيا بقت بالنسبه لهم مهيئه للمعيشه بشكل يعني مناسب ليهم. وهو ده دايما دور الراجل بحسه بكده. بس انا يعني برضو انا مش عايز يعني اقلل دايما من الحته بتاعته، دايما الراجل مشوار ده مش مشوار سهل، مشوار دايما لا في معاناه وفي شقاء، والراجل دايما بيتحمل بس مش بيقول الكلام ده. يعني هو ده دوره في الحياه طبعا، مش بيقول الكلام ده عشان احنا نبقى يعني بنقول كلام شعارات او نقول احنا نبكي على ده، لكن انا بتكلم هي فعلا المسؤوليات بتاعته يعني تقيله وكبيرة بس برضه لازم نقدرها. وعايزة اقول لك انه في كمان ابهات بتشتغل شغلانتين عشان يوفروا حياة كريمة لاولادهم، وما بيأثرش ابدا في البيت، ولما ابنه يطلب منه حاجة يجيبها له ويضغط على نفسه ويدوس على نفسه في الشغل عشان يوفرها له من غير ما يحسسه ان هو مش قادر يجيب له ده ولازم يوفر له حياة كريمة. فطبعا في تضحيات كبيرة جدا الاب بيقوم بيها بشكل كبير، ولكن فعلا هم ما بيتكلموش لانه التعبير بيبقى اصعب شوية، او هم عندهم الحياة تنفيذ اكتر من انه ان احنا نقعد نتكلم ونعبر عن مشاعرنا، غير طبعا الستات. فكل اب مصري وكل اب موجود في اي دوله سواء عربيه او اجنبيه، كل سنه وانتم طيبين وربنا يخليكم لاولادكم يا رب، ودايما كده عايشين بحسهم. احنا فقرتنا خلصت. كل سنه طيبين يا بيبو حبيبي، الرجل حبيبي، الرجال الرجل ولا الاب؟ احنا الاب والرجل اللي كله الله ابهات اهو يعني الاب ده ايه احنا الاب ده رجل ما رجل ايه كل سنه وانتم طيبين يا رجاله كل سنه وانتم طيبين.